جاء في المسند وابن ماجه إذ قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا الحديث وإن ضعفه ابن كثير فإن الألباني رحمه الله قال: إن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. وابن حجر رحمه الله قال: إنه ليس بمرفوع، بمعنى أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف. وحتى على القول بوقفه كما حكم ابن حجر رحمه الله، فإن هذا مما لا يقال في الرأي، فيكون في حكم المرفوع حكمًا.